ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك. التمرين الثاني في ثاني أيام رمضان، تقبل الله من الجميع. شرحت تدريب ما يعرف بالتكتيك الملائم للتشكيل في أول أيام رمضان. اليوم أذكر بأن كل التدريبات التي تتم وفقا للسياق الأول يجب أن تنتهي على الأقل باللعب المصغر. يعني لو افترضنا أنه إحنا بذاك اليوم اللي دربنا به على الربط لتطوير فعالية لاعبي الوسط الثلاثة في التشكيل 4-3-3 بنفس الوحدة التدريبية، بنفس الوحدة التدريبية من المناسب أن نعطي بعد فترة راحة من تلك التمارين التمرين هذا. يعني نضع صورة مقاربة لما تم التدريب عليه بألعاب مصغرة أو باللعب السمي. فبدون شرح كثير نريد نشوف شنو البروسيجر، شنو الطريقة. أجمع اللاعبين طبعا قبل أن دقيقتين أتكلم، أقول الآن شباب نضع التمرين السابق، نحاول نركز على تدريب اللاعبين الوسط. فعندنا الحقيقة طريقتين، أما نهاجم بالجناح الحقيقي اللي هو 7 و11 من الجامبيين، أو نهاجم بجناح غير حقيقي اللي هو 8 و7 بالعنابي و11 و6 من هاي الجهة. يعني أما بجناح حقيقي أو لاعب الجناح الوسط غير الحقيقي يصبح جناح بسيط. أرجع للكلب مالي السابق، فنشوف التمرين نقسمهم، نقسم الساحة هاي. طبعا التقسيمات واضحة الآن، وهذا قطاع هنا وقطاع هنا وهذا القطاع الطولي ما يحق لأي لاعب أن يدخل به إلا دول اللاعبين الأجنحة الحقيقيين، وما يحق أي واحد يضغط عليهم. ويكون هدف التمرين أنه يستلم أي حارس من المدرب ويبدأ اللعب بناء 4-2 زائد لاعب يسموه لاعب مجهز. هذا اللاعب المجهز يسأل، وبما أنه عدد اللاعبين هواية فنفترض أو نضع شرط تعليم أنه لا يجوز نقل الكرة للجناحين ذول إلا بعد تنفيذ ليس بأقل من 4 مناولات. يكون شغل 6 و8 الضغط عليهم احتمال، بعد أن تنتقل الكرة للجناح يدخل 2 و3 فتصير 4-4 زائد اللاعب المجهز، ونعمل مهاجمة الهدف المنافس. حال التسجيل أو عدم التسجيل يعدل الفريق هذا أوضاعه. الحارس يستلم، شوف اللاعبين شلون يبنون 2 و3 على الجناب و5، فإحنا شارطين أنه مو أقل من 4 تمريرات. هاي 2، هاي 3، 6 و8 يحاولون يضغطون طبعا، هاي 4. الآن يحق للاعب هذا 2 نقل الكرة أما للجناح أو لداخل الساحة. الآن مهم أنه يمكن لهذا اللاعب أن يعمل كرة الكروس بدخول أي 2 من دول اللاعبين فيصير 4-4 زين. لكن ممكن أنه إحنا من أجل تنفيذ التمرين السابق وتطبيقاته داخل اللعب أن نعمل على تمادي المراكز، اللاعب 7 واللاعب 8، حتى يكون هناك تطبيق هنا اللعب بالجناح الحقيقي مثل ما صار، وهنا يكون باللعب بالجناح الغير حقيقي. هذا مهم، هذا مهم جدا. هذا يسموه البروغرس بتدريب التكتيك، يعني التدرج بتدريب التكتيك. فمهم جدا نشوف. فيصير هنا لاحظ 2 و3 دخلوا صار 4-4، طبعا هناك ضغط عالي الى 2، هناك ضغط عالي لان احنا عندنا حرية هنا باللعب الى 8، ثم يبدأ التمرين
يبدا اللعب. لاحظ حتى واحد يدخل معهم لكن لا يحق له التسجيل الاصفر. وهكذا نزيد السرعه وراقب التمرين. 4 ضد 2 زائد 1 ليس باقل من 4 مناولات قبل نقل الكره الى الساحه الاخرى او الى لاعبي الاجنحه. يدخل 2 و3 و1 الاصفر ويعمل الجناح الحقيقي على الكروس ومهاجم. الفريق الثاني يبدي 2 و3 الازرق رجعوا لمكانهم ليس باقل من 4 مناولات. هذه الرابعة. إذا للداخل أو للخارج. إذا تبادل المراكز واللعب بالجناح غير الحقيقي. ممتاز. أخذنا التمرين مال أول يوم رمضان وحطيناه ثاني يوم رمضان مثلا باللعب. فأنت تأخذ الفعالية مال أول يوم رمضان وبنفس التمرين نفس التمرين بعد فترة راحة وشرب ماء تدخل اللاعبين في هذا التمرين. تكون أنت دربت ما يعرف بالتدريب المنتج. ليس المهم ما تدرب لكن المهم كيف تدرب. لاحظني كيف أدرب التمرين. الحين حطيت فعاليتين بس هم يطبقون في نفس الوحدة التدريبية لتحقيق الهدف من التدريب. يستمر اللعب هكذا، يستمر تغيير اللعب على الأجنحة، مرة نهجم بجناح حقيقي، مرة نهجم بجناح حقيقي، طبقا لوضعية الكرة وطبقا لوضعية المنافسين. فالآن خلال يوم رمضان الأول ويوم رمضان الثاني فهمت، يعني أتمنى أنه وصلت لفكر المدرب العربي، أنه كيف تتدرج في تدريب التكتيك المرتبط بالتشكيل. تركيزنا كله كان على تدريب الوسط الثلاثي على العمل في الثلث الهجومي للفريق أو الثلث الدفاعي للمنافس. واحد يسأل ليش ندخل 4 ندخل 3؟ مو مشكلة ندخل 3 لاعبين، يعني خلي ينطلق 1 أو 2 أو 3. فلسفتك أنت، فلسفتك المهمة. أنا دائما أفتح أبواب التفكير للاعبين. أنا أحب العقل، العقل سيد كل شيء بالدنيا، فلازم نشتغل بالعقل. هذا تمرين اليوم الثاني، قل لن أسألكم عليه أجرا أبدا، أجري معروف عند من. شكرا جزيلا.